السلام عليكم. بزاف ديال الرسائل وصلوني من الاصدقاء ديالي كيقولوا لي نهضر على احسن بنك في المغرب، واخا انا ديجا حطيت بزاف ديال الفيديوهات على بزاف ديال البنوك المغربيه، ولكن اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على احسن بنك مغربي انطلاقا من التجربه الشخصيه ديالي المتواضعه، وغنعطيكم السبب اللي كيخليني نعتبرها احسن بنك في المغرب. اذا بالنسبه لي سياش بنك هو احسن بنك قدرت تعامل معاه في المغرب، واخا كنسمعوا بزاف ديال اللغط عليه هاد الايام، وبزاف ديال الناس كيقولوا مشاو لينا فلوسنا فيه، وكوجهة نظر لي فهذه كتبقى واحد الحمله ترويجيه كيحاولوا يسيئوا بها لهذا البنك. فجميع البنوك في العالم كيوقعوا فيها خروقات، ولكن المشكل هو فاش كيبان شي مشكل بسيط في السياش فدائما كتلقى كلشي كيهضر عليه، وهذا كيأكد باللي كاينين الناس اللي كيحاولوا يروجوا لهذه المعلومه باش تمشي وتوصل بزاف ديال الناس، لانهم عرفوا باللي سياش بنك فعلا ولات كتجر ليهم لي كليون، ولات كتجيب بزاف ديال الناس يفتحوا الحسابات ديالهم وكيخليو الابنك التقليديه الاخرى. وكيف قلت انا سابقا فراني عندي جوج نتاع الحسابات في سياش بنك فتقريبا 5 سنوات ولا اكثر، وانا كنتعامل معاهم ديما الفلوس كندخل كنخرج فيرسمون، والحمد لله عمر شي ريال تنقص لي من غير الرسوم الخاصه بالبطاقه البنكيه اللي كتكون حسب نوع الباقه اللي اخترتي. وقبل ما نهضر على المميزات ونهضر على لي باك اللي كيعطيوهم لنا سياش بنك مجانا، فغادي نقول لكم واحد المعلومه اللي هي مهمه بزاف، سواء كنتي خدام في التجاره الالكترونيه او لا خدام فريلانسر يعني كتعامل مع لي كليون، فضروري خويا يكون عندك سياش بنك. علاش؟ حيت لي فيرمون كيكونوا انستونتاني، اون فوا كيصيفط لك شي حد الفلوس فمباشره كيطلعوا لك في الحساب ديالك كتشوفهم في لابليكاسيون، وبالتالي ما باقيش كتعرض للنصب. وحتى انت كذلك واخا ما تكونش هاز معاك فلوس وبغيت تشري شي منتوج ولا شي حاجه، فكتلقى مع الشخص وكتاخذ من عنده المنتوج وكتصيفط ليه الامانه ديالو مباشره من الحساب ديالك للحساب ديالو كيوصلوا سير بلاس. وهذه من احسن الميزات اللي ما كايناش بزاف ديال الابناك في المغرب، ففقط انا سياش بنك هي اللي بنت ليا عندهم هذه الميزه اللي زوينه بزاف. الناس اللي عندهم بنك اخرى وعندهم نفس هذه الميزه يقدروا يشاركوا معنا التجربه ديالهم في التعليق الخاصه بهذا الفيديو. اذا غادي نهضروا على لي باك اللي كيقدمهم لنا سياش بنك وهما مجانيين. فعندنا 3 ديال الانواع ديال الحسابات مجانيه ما كتخلص عليها والو، وكل نوع كيستهدف فئه معينه. فمثلا الى هضرنا على كوترونت، هذا الحساب خاص بالشباب اللي اقل من 30 سنه وهو مجاني مدى الحياه، يعني عندك قل من 30 سنه كتمشي كتفتح حساب عادي وكتقول لهم بغيت نفتح حساب كوترونت، كيفتحوا لك كيعطوك البطاقه ديالك وكتستفد من جميع المميزات ديالك مجانا ومدى الحياه. اما الباك الثاني فهو باك موظف، هذا خاص بجميع الموظفين، فاذا كنتي خدام موظف مع الدوله فكتاخذ واحد لاتيستاسيون كتثبت باللي فعلا انت موظف وكتديها للوكاله وكتقول لهم بنفتح باك موظف، هما كيفتحوا لك هذا الباك مجانا وكتستفد من جميع هذه المميزات نتاع هذا الباك هذا بلا ما تزيد اي مصاريف على الحساب. وكيعطوك معاه واحد البطاقه اللي هي فيزا كلاسيك، واللي كتكون غالبا مده نتاع الصلاحيه ديالها كبيره مقارنه مع البطاقه العاديه، وبالتالي هنا كتوفر الرسوم ديال البطاقه. ثم اخيرا غنهضروا على باك سيدتي، هذا باك كذلك خاص بجميع النساء بجميع الاعمار، فيمكن لك تمشي لاقرب وكاله ديالك وطلبي منهم انهم يفتحوا لك باك سيدتي، ما غتخلصي عليه حتى شي حاجه، وكذلك الرسوم كتكون مجانيه ومدى الحياة. وهذه الأنواع ديال الحسابات بثلاثة كيقدموا لنا العديد من الخدمات والمميزات وكنستافدوا منهم وما كنزيدوا سنتيم على هاد الخدمات اللي كنستافدوا منها. وفي حالة ما توفروش فيك هاد الشروط ثلاثة باش تستافد من هاد الباقات، فكيبقى عندك الحل هو أنك تختار واحد الحساب اللي هو تيكون عادي واللي فيه كذلك بزاف ديال الباقات اللي بدورها كتوفر لنا بزاف ديال البطاقات الإلكترونية للسحب والأداء حسب نوع هاد البطاقة، والمميزات كيكونوا حسب الاقتطاعات كذلك، باش ما كانوا عندك مميزات كثار باش ما كيتزادوا هاد الاقتطاعات. وغالبا هاد الاقتطاعات كيكونوا 44 درهم على 3 شهور و 150 درهم سنويا عند بداية كل سنة جديدة كتقطع عليك، ثم كيتزاد عليك كذلك رسوم على كل عملية قمت بها.
وبالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا ابناك اخرى وبيشوف شروحات اخرى على الابناك المغربيه الاخرى المنافسه، فراني داير بزاف ديال الفيديوهات على بزاف ديال الابناك، يمكن لكم تدخلوا لقائمه التشغيل الخاصه بالابناك في القناه ديالنا استفهام عام، غنخلي لكم الرابط ديالها في وصف هذا الفيديو، ما عليكم سوى تدخلوا واختاروا اي فيديو حبيتوا تفرجوا ليه. وكيف العادة أي سؤال ولا مشكل واجهتوه ما عليكم سوى تحطوا لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وإن شاء الله غنجاوبكم عليه أول بأول. وإلا وصلتي حتى لهنا خويا ما تنساش دير جيم بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإلا كانت خويا أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول.